بعد عدة حملات تحسيسية بضرورة تنظيف شوارع ولاية بومرداس، سخرت وحدة الديوان الوطني لتطهير وحداتها المداومة في أول أيام عيد الأضحى كامل إمكاناتها للوقوف على مدى استجابة المواطنين وحثهم على الانخراط في تعقيم أماكن النحر. كما راكم تشوفوا اليوم فرقة تدخل المداومة على في يومين العيد، رانا درنا تدخل على مستوى أحد الأحياء في مدينة بومرداس، حيث قمنا بعملية تعقيم بعد ذبح الأضاحي. درنا معقمات كيميائية معروفة، ماء جافيل ومادة الجير، وكذلك راح نفتحوا المجاري المائية، راح نشوفوا ثم نشوفوا مدى استجابة المواطن على الحملات التحسيسية اللي قمنا بها، حيث زعما وزعنا أكياس بلاستيكية لوضع القمامة، ودرنا مساقات في الأماكن العمومية، وكما بان يعني كاين استجابة للمواطن. نديروا لاشو هذه عذراني على الاخر، على البكتيريا باش تموت، باش ما ينتشرش المرض سيرتو دوك مع الكورونا والاخر. شوف لي شي لازم نديروا لاشو هذه. مخلفات عملية الذبح خلال أيام العيد عادة ما تتسبب في انسداد شبكات الصرف الصحي، ويجهد هؤلاء العمال لتنقية تلك الأنابيب. المواطنون الذين ساهموا في هذه العملية استحسنوا مبادرة السلطات المحلية، خاصة في ظل الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد. جاتنا في ظروف خاصة مع كورونا هذا، الحمد لله تجاوزنا بها. كثر خير اصحاب لوناهم جاوا وعاونونا، احنا ثاني نقيناهم ثاني عطاونا كدمة. خويا بارك الله فيكم وان شاء الله ربي يرفد علينا الضر هذا. وتستمر عملية التنظيف والتطهير في مختلف شوارع وأحياء بومرداس خلال يومي العيد، وذلك في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها الهيئات الصحية الوصية للحد من تفشي وباء كورونا.